لا البارد وهذا الساخن يا إخواني الكرام، لديها مدخلين، مدخل للبارد ومدخل للساخن. يوجد الفلتر في الداخل يا إخواني الكرام، نخرجه بأداة ماء كما تلاحظون. هذا هو الفلتر الخاص بمدخل المياه الذي تدخله الغسالة أثناء الغسيل. لاحظوا إخواني الفلتر، نقوم بإخراجه إلى الخارج كما تلاحظون. نخرجه إذا كان صعب الإخراج، نخرجه بأداة ماء ثم نخرجه باليد. لاحظوا إخواني الترسبات الموجودة على الفلتر بعد كثرة الاستعمال لسنوات، يعني من المستحسن تنظيفه من حين إلى آخر من أجل يعني إزالة تلك الترسبات. لاحظوا ترسبات المياه والأملاح، يعني بعد الاستعمال لمدة طويلة تقوم تلك الترسبات يعني بإغلاق هذا الفلتر، ومن ثم الماء لا يدخل بشكل جيد أو يغلق نهائيا، لا تدخل الغسالة المياه. يجب تنظيفه من حين إلى آخر، نخرجه وننظفه بالماء ثم نرجعه إلى مكانه. لاحظوا كيف أصبح بعد التنظيف.